مرحبا بك. ادخل. يلا يجوم يعيطوا لك اليوم. يعيطوا صافا كذا يا خويا. صافا الحمد لله. الله يرضي عليك. صافا ربي صافا بيان الحال. هما دار الحاجه لهنا. هذه دار الحاجه راني عايش عليها. اكون معاك مع بعض لهنا. ولازم نعيشوا مع الحاجه. احنا ما شبعناش الوالدين. لازم نعيشوا معاهم نقعدوا نعيشوا معاهم. واحد يبروفيتي الماكسيموم. الماكسيموم صح. مادام رانا في دار الحاجه شحال عدد الاخوه تاعك؟ شحال كذا؟ انا عندنا اربعه. زوج دراري وزوج بنات. الله يبارك. زوج بنت تاعي. انا خويا واختي. اختي كادير زايد 79 11 مارس. كادير انت حياتك دوزتها بين الجي باب الواد بين ادار وبلعباس. وكان نقول لك واش تعلمت من باب الواد؟ بالك الصغر تاعي جوزت وانا في باب الواد وكبرت كاع راني في باب الواد. دوك هذيك المره شغل كي رحت لادرار رحت لادوليسونس تاعي. رحت باش نعيش مع الشيخ تما ونقرا. وبعد رحت بلعباس كملت قرايتي. شنو هاد الحوايج كاع هاد البلايص هادو شغل باش نقدر نفهمك. نقول لك بالك ساهموا في تكوين الشخصيه تاعي باسكو باش تكون عايش تعيش في الجزائر. ومن بعد رحت عايش في الصحراء مونطاليتي وحده اخرى. كيفاش تاقلمت انت ولا طيت باش تاقلمت في ادرار؟ الدم يجبد. انا بلادي نتاقلم بالسيف. لازم تتاقلم معاه. درت حوايج اللي ما كنتش نديرهم هنايا. بالك درت حوايج تاع واحد فلاح يقدر يدير فلاح تما. درت كلش. سبور صا ما حوايج جزت عليهم. واش الحاجه اللي تعلمتها من ادرار هكذا؟ تعلمتها في الحشمه. الحشمه. الناس يحشموا. الناس يقادروا تما. مازال
مازال الصغير يقادر الكبير ومازال هذه هي حاجه صغن زرعت فينا. بعد انتقلت للبلعباس قريت في الجامعه بلعباس. كنا نقراو حنا كانوا يبعثونا ديريكت للبلعباس قرينا بلعباس الجامعه الجليليه بس شنو موندو خد اخر تما كي رحت للجامعه ماشي كيما حاجه واخده اخرى خصك تكون انترن عايش تما في الجامعه وحدك عندك الشومبر نتاعك تقرا تلاقى مع دي جون اللي جايين كاع الولايات كاع كانوا يقراو كاع شغل الجنوب الغربي كاع كانوا يروحوا تما مشريه البيض عين الصفراء سعيده معسكر كاع هادو اللي جا دوكا مازالني اون كونتاكت كاين اللي مازالني اون كونتاكت معاهم كانوا يقراو معايا مازالني اون كونتاكت معاهم جا كاين عباد شافوني نغني كذبوا كان فوزنا دائما غني هذا كان معنا تغني كادر ما كنتش نغني لا كنت ما كنت نشفع على روحي ندخل الشومبرا نغلق على روحي نبدا نغني وحدك ايه هذه حوايج هكذا جامي هكذا اون جروب زعما مع اللي كانوا يقراوا معك كنت تغني سي مع جماعه هكذا نقصروا مي نحبك نحب نديفوني نغلق نغلق الشومبرا نبدا نغني كنت تغني ذاك الوقت شنو هنا اللي كنت احنا جينيراسيو تاع حسني الله يرحمه تغني حسني نصرو ثاني نحب نصرو هذوما لي زارتيست اللي كانوا هذاك الوقت بيان شغل كنا عايشين بيهم عايشين بلي زيستوار تاعهم. من بعد دخلت من بلعباس عاودت رجعت عاودت وليت من عكنون هنايا. بعد الغناء وقتاش بديت الغناء؟ 98 99 98 99 تما اللي بديت بديت نخدم كان واحد وليد حومتي هنا واسمه الشاب امين. هو اللي بالك هو الاولاني اللي مد لي الميكرو في حياتي هكذا شغل دائما كنت نتلاقى به مازال نشفع على هذاك النهار اللي شغل داني معاه كنا نخدموا على بالك حنايا المدرسه الاولى تاعنا هي الابوات الملاهي هذوما اللي الارتيست حنا ما عندناش الاباء تاعنا عندنا ما عندهم مي با ثقافه يكون عند ما كبرناش على هذيك لاكريتير بابا كيشوف عندك موهبه ولا حاجه يدخلك الكونسيرفاتوار ولا حاجه دوك حنا ما عندناها ما كانش عندنا دبر راسك دخلت انت هذا دبر راسك كيفاش اي دخلت كانوا هنايا دخلت هنايا كنت تهضر ديجا كان في كيطاني هنايا كنا نخدموا خدمنا هنا في كيطاني خدمنا مع امين هذا كان يديني معاه العراس هكذا يديني معاه بالعقل بلا ما نحكي لك الحكايه تاع مسطح لسطح الحكايه تاع العرس في الحومه كنت تغني بزاف في العرس في الحومه كان في الحومه سما كل ما يجيبوا انا ولاد حومتي شغل هما اللي كانوا يفوسيوني باش يديروا لي كوراج باش نبدا عيد شغل كيجيبوا اوركستر في الحومه ولا بكري كانت لي زوركستر هكذا في السطاح هكذا جيبوا اوركستر انا نطلع معاهم انا غير نشوف اوركستر نروح نبدل حوايجي ديريكت سنة السور راك راح تغني اليوم السور راح يطلعوا لي الحومه ما يحبوش الاوركستر هذاك نطلع يطلعوا لي بالسيف يبقى كنت نغني لهم برا انا قلت لك نتعلم يغني لهم غني لهم برا نحي لهم على خاطر هذا كادير ولا تغني وكاد نسمع الهضره هكذا كادير يغني مليح ولا غير تغني تروح بعيد كادير هكذا ولاد الحومه هاد الهضره شغل كبرت في هاد الهضره نقعد شاد هنا باسكو هذه الهضره اللي هي اللي درت لي باش ندير بريمي با تاعي ونبدا نغني ما كانوا كيصراو العرس في الحومه هكذا يجيبوا اوركستر انا تعرف انا كاش عرس هكذا رحت هكذا بدلت كل شيء ورحت وحاوزوك ما كاش كيفاه ولاد حومتي طلعوني بالسيف نطلع لازم نطلع نغني لازم نطلع رحت العرس هكذا نطلع في الحومه كيكونوا عرس في الحومه نطلع غير نحس هكذا عندي واحد القمجه مخبيها غير العرس شفنا تاع الاصوات هذيك تاع بكري هذيك هما يعني يلحق عرس يلبسها غير نلحق عرس نروح نحط القبل الجلد تحت البيع نستيكيو نطلع فوق السطح واني قاعد مع ولاد الحومه وحرسهم حرسهم هضروا معاهم هضروا معاهم يقول لك نجيبوا العرس هكذا وكاين اللي اوركست بكري هكذا شكون هذا جايبين وهذا يغني لنا هذا شكون هذا ولاد الحومه يغني خلوه يغني تاعنا الحومه العرس تاعنا ما كانوا يطلعوني بالسيف طلعت بديت نغني هكذا بديت بالعقل بديت نتعلم ما كنتش نعرف الطوبوع ما كنتش نعرف ليغام ديالي
حتى تلاقيت مع دي زارتيست هايدا يعني اللي مع الاول ما تعرفش احنا ما ناش قارين الموسيقى ما قريناش الموسيقى تعلمنا برك هايدا تعلمنا موهبة هايدا باش تعرف لي قام ديالك ما يجي يقول لك واش من قام تخدم وشكون الاول اللي ورى لك لي قام اللي تقدر تلعب فيهم انت وشكون الاول شغل لي قام عرفتهم كنت انا حاب نعرفهم البيانيست اللي طلع معاه نشفع على الاغنيه هذه يقول لي هذه الاغنيه علام تغنيها مخنوق باسكو راك تغني تغنيها قام عاليه عليك وحداك تغنيها هديرها في هاد لاقام نقعد شاد انا باش ندير البروغرام تاعي مي مع الوقت هكذا مع الوقت وليت نعرف لي قام ديالي نهضر هكذا كي نهضر نعرف لاقام ديالي نعرف ديجا حنا كاع رانا كيما نهضروا في المونضوتي كاع اللي نهضروا في لاقام الله في الله كي انت انا كي وخد اخر كاع كي نغنوا كل واحد كيغنوا كل واحد عنده الطبقه تاعو اللي يغني فيها الطبقه اللي تساعده وصديبو دي فوا كي نهضروا على لاقام ماشي بروبليم لاقام دي فوا تغني اغنيه ديموندي لكش هي ديموندي لك اغنيه ديموندي لك قام هابطه باسكو لازم تعيشها الاغنيه كيما تقدر تعيشها كيما تقدر تأديها وكلمة عيشها ما تقدرش تأديها واش من لاقام اللي تلقى فيها روحك انت؟ لاقام انا نخدم في كاع انا صديق مي لاقام اللي انت تصيف فيها روحك؟ ما نقدرش نجاوبك على السؤال باسكو لاقام كاين كل اغنيه نعطيها لاقام اللي نقدر انا نخدمها فيها كاين اغنيه لازم انا نخدمها تريس حزين لازم نهبط لاقام باش نخدمها راك فاهمني؟ كاين اغنيه تاع خفيفة لازم نطلع لاقام باش تكون اونفيرونس وكذا صاديب على حسب الغنية على حسب السوجي على حسب السوجي ماكش راح تغني غنية سونتيمونتال تتعيط كيما جايه لازم غنية سونتيمونتال تعطي لها لاقام تاعها اللي تقدر انت تأدي فيها والناس تحسسهم تلحقهم ميساج تحسسهم بلي هاد الغنية حنينة فاهمني أول مرة رحت للاستوديو الخطرة الأولى رحت لوهران استوديو عند توفيق بوملاح شفالها داني لي واحد الفنان تاعنا انا مازالني دائما نتفكره مسكين عرفته ما كنتش ما تلاقيتش به ديجا من قبل تعرفت بوا واحد هو اللي طرارجي هو داني عند حرودي حرودي الكوميديا حرودي بدا يجري معايا مسكين رحنا عند توفيق بوملاح توفيق بوملاح ودخلنا شفال هذاك النهار مرآة تلاقيت مع الشاب عز الدين تلاقيت بها تبها في استديو كان وقت الكاسيت دخلت غنيت تلاقيت مع كان الشيخ مناير كان غير هذوك الايامات اللي تزوج فيهم رحت جبتهم دار نسيبه ما نعرف حتى واحد درت 5 ملايين في جيبي حكمت طاكسي وقلعت له رحنا استغفر الله يا ربي ما رحناش طاكسي رحنا مع رحت مع عز الدين درابكي هنا عز الدين درابكي مسكون في القبه هو داني هكذا رحنا تما دخلنا الاستديو رحنا تلاقيت مع ناير دخلنا للقهوه كتبنا الغناء كان عندي شويه غناء دخلنا من الوحده للسته كنت كملت الكاسيت تاعك كنت كملتها بعد سنيت حتى تميكس انا بون بعد ولينا انا حرودي كنا ندورو انا وياها كان عباك في فرنك ليزيديسيون بزاف ديور عندي برودوي جديد هكذا شونتير جديد عندي برودوي جديد هكذا كاين اللي يردك وكاين اللي ما يعرفكش يقول لك ما يعرفوكش الناس وكاين بزاف ترى لك العفايس هكذا بيد العفايس لازم تجوز عليهم لازم تجوز عليهم سورتو البدايه تاعك لازم تجوز كوم دي بيطون لازم تجوز الناس تعكسك والناس اللي ما يعرفوكش واحد ما يعرفك ليديسيون الاولى اللي امنت بك دات عليك الالبوم ذاك الاول ليديسيون هذه بوحميدي كانت تخدم مع نصر وانا شحال فرحت شغل باسكو انا كنت فان تاع نصر جيت لصحابي قلت لهم فوالا ليديسيون تاع بوحميدي اللي كانت تخدم مع نصر هما داو عليا الالبوم شفالهم يا خويا كي خرج الالبوم نستنى واحد 3 شهور باش خرج الالبوم وانا مقلق قلق وقت اش يخرج لي الالبوم نشوف الالبوم ديالي الاولاني نشوفو شوف برا هكذا حتى خرجوا نشوف لهم جاو عند كانوا دايرين السلعه في شوفالي هبط لعندهم حبسوا الطوموبيل حبسوا الطوموبيل قال لك رانا في شوفالي رواح هبط عندهم انايا حاجه الاولى واش راكم صعبا لاباس بيان الحمد لله قادر صعبا بيان
قالوا لي جبنا لك الكوطه تاعك تاع لي سيدي هكذا تاعك الكاسيت كانوا داك الوقت كان الكاسيطه وكل الكاسيطه هذاك الوقت كنا نجبد لك الكاسيطه عندي هذه هي هذه هي هذه الكاسيطه الاولى تاع هذه الفيترين الاولى نيو السوكسيك داك ديريتي هذا بوحني دي دي سون كادير هذيك هي الكاسيطه الاولى ديالي بكاتني في 2000 هذا هو الالبوم هذا هو هذاك الالبوم الاولاني بعد قلت لك مشى شويه الالبوم هذا ما كاع ما مشاش نو والو ما مشاش اي حاجه جديده بكري راك تعرف نوفو سيكسي ولا سيربريز ديتي بصح هذوما هذوما عفايس عباك لازم تكون الخطوه الاولى لازم لازم واحد ما شغل ما يكرهش على باله باللي حاجه الاولى ما مشاتش هكذا بلا عقل بلا عقل حتى يطيح في الستيل تاعو الناس اللي يحبوا بري من بعد رحت من بعد درت هذا مع 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 سلام ميزيك درت هذا الالبوم تاع اوفون دمان هذا ود لزيان الالبوم ما تضحكش على القمجة مسيري يا طالع راس هذه وقت القمجة هذا كي كانت وقت القمجة وقتها كانت هذيك على مود ذاك الوقت ومن بعد خدمت مع رحت لا رومونت بدا يمشي لنا الالبوم تاع 2004 تاع الهبال الهبال هذا مشى هذا مشى هذا بدا يمشي شوية هنا القمجة القمجة مليحة كادر له هذيك هي والله كان وقت الكول تما نحاول نقوم به يجيب لها الكول مي هنا ستيل يا هذا وقت الكاسات تما هذو هما اللي دو زالبوم كانت البركة كانت هذو هما اللي زالبوم الاولانيين ديالي بعد خدمت لي زالبوم خدمت موراها انا شحال كان بين الالبوم والالبوم شحال عام ست شهور شحال ريحت باش خرجت دوزيام البوم عامه وكي كان يمشي ما مشاش كاع الاول ما مشى لكش ما مشاش الاولاني ما يعرفونيش غادي عباك ما في هذاك الوقت باش دير اسمك شوف السكسي كان هذاك الزهر فيه لا شونس فيه لا شونس وفيه لازم تكون خدمه مليحه بصح شنو واحد ما ياش دوكا يدير حاجه وما تمشيلوش هكذا سي عاود كنت نسيه دائما نطيح في حاجه اللي الناس يحبوها واللي كان يعاوني كنت نعرف الناس واش تحب تسمع كي كنت نخدم في الليل حتى 2006 باش الالبوم تاعي تاع لا بريغاز صدر هذاك هو دوك ندير الالبوم دوك ديجا نوري لك الالبوم الاولاني هذاك هذا هذا هو اللي الالبوم هذا تاع لا بريغاز لو كان نقول لك انا وانا نحكي لك حكايه تاع الاستوديو هذاك الالبوم خدمناه كانت هذاك الوقت خدمناه في ميزون جيم با مشي في ستيديو خدمناه في ميزون جيم كما كانوش دراهم ما كانوش عندنا دراهم شغل كانوا معايا صحابي رجال اسم هذاك الوقت يكون عندك رجال معليش ما يكونوش دراهم يكونوا رجال كانوا صحابي واقفين معايا ليكيب تاعنا فاروق المقنين الشيخ الناير هادو كاع وقفوا معايا في هذا الالبوم هذا تاع وخدمناه تعرف وكان نقول لك عندنا في ميزون جان كان ميزون جان كارتسون ميكرو وين ميزون جان هذا وين باب الزوار باب الزوار نقول انا نحكي لك واحد الحكايه صراو لي في هذا الالبوم هذا الالبوم نعمروا الالبوم اليوم انا عمرنا زعما اليوم زوج غنيات كملنا زوج غنيات عطينا كملنا زوج غنيات عبري كي نكملوا زوج غنيات غدوه هاي قال غدوه ان شاء الله صح غدوه ان شاء الله نتلاقاو خاطر بداك نجيو نسمعوا واش خدمنا البارح حرف ما كانش السيد اللي معنا اللي هو جيستريش حاجه ما خدمنا نقول لي ما كانش عاود نخدم نعاود ثاني نخدمه نعاود نخدمه هايدا ضربنا شهرين ونص باش نكملوا الالبوم كي كملت الالبوم قلت له شحال نمد لك شهرين ونص هايدا قال لي عطيني زوج ملايين ونص برك وخليني علاش قلت لك كانوا رجعي كانت النية كانت في هذا الالبوم تاع والغنية تاع انا وانا كملنا الالبوم كاع يقول لي كادر واش نزيدوا لي لا شونسون ويتي يعني باش نعمروا الالبوم واش نزيدوا لا شونسون قلت لهم انا ما على باليش والله ما على بالي ويقول لي كادر راك تغني انت في الليل هذيك الغنية تاع انا وانا الناس يحبوها غني ديرها قلت لهم لا ما نغنيهاش لا بريغاد والسونترال خلونا من هاد المشاكل هكذا جاتني لي عادي رحنا قلت لهم نشفنا كيفاش عمرناها جينا داخلين استديو على الربعة قال لك كاين ماتش الناس رايحين داخلين استديو باش نعمرو ومن بعد قال لك كاين ماتش
انتم فتو عمرتوها في الميزون جان وبعد جيتو لا انا في استوديو تاع ميزون جان في استوديو تاع هذا كاين ماتش من تحت خلينا استوديو رحنا لعبنا ماتش حنا رحنا لعبنا ماتش انا نلعب في الماتش عاود طلعت طلعنا قاعد طلعنا عيانين كاع نقول لك التريكو تاعو انا طلعنا قال لك غادي رانا نزيدوا هذه الاغنيه باش قلت لك اللي كيدير روحك في الاستوديو قعد شهرين بس دخلنا والله بالسطا ديريكت معاك كنت بيان سمعت يقول خمتين يكون بيع طلعت أنا وأنا عجبهم الاستخبار قال كملوها كملنا خرجناها الحمد لله الناس اللي بي مع الأول سمعوها الغاشي سمعوا الغنية عجبتهم الغاشي بدأت الغنية تمشي بيع اسمها هذيك هي اللي حتى وليت نسمع بها من نابات اسمها ضرب فيها شهر ونص وسوفريت شهرين ونص شهرين ونص وبعد بدا تم بدا يدير اسم كادير جاب اه تما سمى الغنية السوسيال تلقاوين تكروشي تلحق تكروشي خلاص الناس يعرفوا انت تسيد تخدم حاجة ما خير ايوه عفري وبعد خدمنا جزء الالبوم مورا خدمت هاد الالبوم هذا سلعان بالله والله هذا شحال اللي ريحت بين هذا اه هذا انا صابك رحنا الاستديو بيا ولا عندنا اديسيون هما هو مستكلفين بنا الدنيا مستكلفين بك الدنيا ايه هما دخلوا الاستديو اسما وليت نحس باللي هكا نحس باللي كاين ناس راهم يطبعوا فيا اسما ما تخممش على الالبوم دوك نعمرو بالك يقعد في القجر ما يخرجش بالك راك فاهم دوك اسما تبناتني اديسيون اللي تقدر تخرج لي الالبوم كيما كاع لي زارتيس كنا نحبوا اديسيون هكذا تخرج لنا البوم ومن بعد خدمت الالبوم تاع حبه هذا الالبوم تاع حبه هذا مشعل الاول يعني هادو من بعد واحد كان يمشي خدمه كنا دائما نسيو نخدموا حاجه مليحه اسمها هذا في 2006 2007 هذا 2008 وي 2009 عفريت عبد لابك معك مع عبد الرحمن جودي في كنت في الدار تبالها في الدار اي والله رحنا للدار عندي شفت تكتب لي بارول تاعها ايه كنا بدينا هيدا وبعد نتاع مازال قلوبنا اون كونتاكت كي شوف الكلام اللي فيها مالك ها اللي فيها مالك اه وي فيها مالك شفتوها حضر بعد شوفوا فيا ما صرا شوفوا فيا ما صرا وقدر فيا حبيبها عشرة درس لحقنا لحقنا الالبوم تاع هذا الاخراني اللي خرج خدمتو مع جرحي ما برا يا جرحي ما برا هو قلبي ما حتى التبراح ما كاش لهنا كيفاش حتى ناحيه التبراح هنا ناحيه التبراح فهمك ستيل تاع التبراح احنا اللايف احنا معروفين باللايف هذا لازم اسماء ستيل تاع لا جينيراسيون تاعنا اللايف انا بارابور دوك ناحيه التبراح خلاص التبراح كان سالت المومو كي ولي دوك ميم عاونتني دوك تولي تسمع الناس في المغرب يسمعوا في تونس يسمعوا عندي اصحابي يخدموا في الراديو يخدموا هكذا دائما يقولوا لي قاعدين عندك غنى شباب قاعدين عندك غنى بيان بصح ما نقدروش نجوزوه في الراديو باسكو فيه التبريح باسكو انا ما نقدرش نلحق لهم دوك تروح للراديو في المغرب ولا في تونس ولا في كاش ولا تمد لهم سيدي سون ديديكاس دونك هاد الحاجه خممت انا باش كي نحي التبريح هكذا الالبوم تاعي يجوز ويديروا له برومو يقدروا يجوزوه عرفتوا بلا ما نلحق لهم انا باش نمد لهم سيدي سون ديديكاس باسكو في الراديو ما يجوزش بالتبريح هكذا دوك كي وليت ندير هايدا البوم بلا تبراح هايدا بيا والناس تزيد تسمع هايدا راني يعني خلاص تبراح هاي 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 فلان وفلان فلان وفلان بزاف دوك هايدا دوك اللي نحب نسمع ميم هكذا تسمع اغنيه تسمع الموسيقى كاين الناس يحبوا يسمعوا الموسيقى يسمعوا الغناء كادر لي زالبوم الجايين تاع كاع ما فيهمش تبراح دوك خلاص كادر خلاص ابار في اللايف
في اللايف دوك اللي حبي سمعت راح يجي حضر الحفله افار في اللايف هذيك هي مي لي زالبوم تاعك الجايين كاع اه بلاد بلا سما مالك ما يزيدش يسمع روحه اه سما مالك ما يزيدش يسمع روحه نعيط له في التليفون من بعد كاين ثاني عندك البوم راك راح توجده وكان عندك واحد كنت في مصر ان شاء الله ما الله غالب بصر شوف شنو صاري فيها كنت كان عندك بروجي تخدموا فيه كنت عندي بروجي هذا عندي واحد غناني نتعامل دوكا مع سيد احمد الطهاري ومع توجور مع شيخ ناير عبد القادر ناير باسكو هذوما ناس انا نحب سوجي ولا بارول اللي مثلك كلام ما نكذبش عليك انا باسكو انا اختي تسمعني في الدار ماذا بيا انا الحاجه اللي ما نقبلها باش تسمعها اختي ماذا بيا الناس الثانيين لي فامي كامل اللي يسمعها هذه الحاجه الاولى سخطوا الكلام كلام نقي لازم كلمه نقيه باسكو احنا رانا نغنوا ما عندناش نديروا حاجه واحده اخرى انا نغنوا بصح ماذا بك غدوه يكبر وليدك يقولوا لي شنو باش يغني يضرب في اليوتيوب بالك تكون هذيك جينيراسيون الانترنت دوكا الجينيراسيون شوف بابا واش كان يسمع واش كان يغني لنا بابا واش كان يغني امي بقى كلام نقي بيا هكذا باسكو التاريخ سجل يسجل التاريخ يسجل صح وما يشوف حابسه عندي انا غدوه ما غدوه بالك راني كبرت راني حبست الغناء راني هاك فاهم صح الانسان امه يخلي الباسي تاعو الباسي تاعو نقي يخلي البلاصه تاعو باسكو هاد الدنيا كيما واش تخلي واش تلقى واش تلقى ميم غدوه من غدوه تروح انت تحبس الغناء فلو كادير جابوني اللي الناس تعرفوه مي تقعد ليماج ليماج هذيك تقعد ليماج بيان عايده هذا احنا ماذا بينا شغل نخلو ليماج بيان هذا مكان عندك قلت لك اني نوجد الالبوم هذا دوك حتى الصيف ان شاء الله موجد كلمات هكذا سيد احمد الطهاري عطاني واحد الاغنيه نتاع الالبوم هذا اللي سميناه اوسكار راح يسموه اوسكار علاش اوسكار؟ اوسكار هذه الاغنيه سميناها اوسكار باسكو سميناها على الاغنيه اللي في الالبوم اغنيه تهضر على شغل استوار تاع فيلم نقول فيها يقول لي فيها اسمعي اغنيه الفيلم اللي لعبناه راني رديتها قصيده من القصايد به اللي ما تفرجهش يسمع غناه باسكو هذا الفيلم ما غاديش يتعاود اللي دار الشر في لافا يخلص ويعاني انا نضاري نشوف هكا يخلص الفيلمات بصح لافا معاك انت هي خلعتني درتي فيا المنكر وخرجتي سلامات راني عايش موفيسون وزعاف ما تما حاله راني فيها وعذابك سنيه في قلبي اوتوغراف تقعد لي كيا نتفكرك بها فيلم لعبناه انا وياك وجات من مكتوب كتب هذا السيناريو انت لعبتي نار الهلاك وانا لعبت العقل والسيريو حسيت روحي معك غادي نفرح تنو قريت في عينيك الاسبوار قلت بالك نوطر اسبوار تنجح نديرو سكسي ندي اوسكار عادياني فرحوني اللي سوفريت عجبهم الفيلم وتفرجوا فيها سرتو اللقطة اللي فيها بكيت ولاو يعاودوا فيها غير هي الفيلم كمل والكتبة طلعت وانتي ديتي فيه الشي عاز تعرف بيك انا مع دابك طحت وجمعت وانتي وقفت قاع الناس تصفق عليك سي فرصة شغل حكاية استوار شغل فيلم شغل فيلم سي فرصة الالبوم سميناه اوسكار هكذا سميناه اوسكار عندي بزاف ثاني اغنية عندي غناء رانا نوجد فيها ثاني وعندنا دي سوجي رانا نوجدوا فيهم كادير نحكي لك كل كاع لي سوجي هاد الحوايج ونخليهم سيربريز دي فروجي نورمالمون دي فروجي وي مي وخدمت انت في خدمت من قبل خدمت كليب تاع بلا بيك خدمت كليب في الاخر واقيلا خدمت واحد في فرنسا خدمت الاخراني هذا تاع مرضي صعيب ماهوش يتساهل وخدمت كودوراي مع لوتشانزو كليب وقت اخر ورانا نوجدوا الاغنيه تاع انساني وما سقساش من باقي راني ثاني نوجدوا لها كليب ان شاء الله كادر ثاني كنت سقسيك انت في حياتك الشخصية كنت من قبل تغمارية من قبل تزوجت شحال كان في عمرك تزوجت؟ 26 من بعد شحال ريحت من بعد طلقت انت؟ من بعد رصيت عندي ولد ايوه راح يبدوك في عمره 26 وما لحقتش عليه الله غالبه ويقرا دوكا ديت صباح المسيد ايوه ما كان جيت البارح شحال ريحت زوجت شحال ريحت؟ ريحت بزاف واحد عام ونص هكذا كادير انت كنت مازال ما لحقتش اللاش تاع الزواج وتزوجت ولا وتسرحت ولا العادي سختو الزواج الزواج انا نقول لك الزواج هو المكتوب
ما على بالكش وقتاش تتزوج وما على بالكش وقتاش راح ما على بالكش راح تتزوج وتطلق ما على بالكش اللي راح تكمل حياتك خليتها المكتوب ما جات هكذا حكمت لي باش تزوجت كيما الناس كاع كيما الشعب الجزائري كاع يتزوج كيما الناس كاع اللي في الدنيا يتزوج خممت نتزوج تزوجت انت اللي طلبت الطلاق ولا على الطلاق انت اللي تفهمناش الحوايج سونسيان انا حاجه وحده اللي بقات نقارديها انه وليدي لازم يحش بيا يحسني دائما قدامه كادير برك نزيد ندخلك شويه خصوصيه برك وشكرا انت كي تزوجت اسكو عطيت وقت روحك باش طلقت ولا طلقت غير مش روحك من اللي ماش قادر تفهم مع المراه طلقتها ولا عطيت الوقت شويه لروحك وحاولت تصلحوا الامور وهذه بيان سور واحد يحاول يصلح الامور بغض الحال عن طلق عفري من بعد قاعدة المكتوب هكذا قلت كيما قلت لك مكتوب من بعد كي كتبت باش نتفارق وتفارقنا كادير دوك راه ناوي يتزوج ولا كادير مازال متزوج بالفن ديالو دوك راني يعني مع الخدمة ديالي متزوج شكون راح تصبر عليا انا والله المرا راح تصبر عليا دوك نضل هايم انا نضل خدام انا نضل سمانة يا ربي قلت لك انا يما انا يما مانيش نشبح والله ماني نشبح نقعد معاها علشان يعيش معاها عندي داري عندي كلش في داري نريح بيها انا ما نقدرش نعيش وحدي نحب انا نوض الصباح نستقهوى معاها نحب كي تتكسلنا يا في الكولوان نجي نتكسل معاها نقصر معاها ما مازال ما شبعش ما نقدر ما في الزواج دركا مازال مازال ان شاء الله ربي لاقينا مع مكتوبنا ان شاء الله كي تكتب كلش بيد ربي ان شاء الله كي كتبت ما تعرف يعني واحد يقول لك ما نتزوج بالك تكتب هذا العام بالك العام الجاي بالك ان شاء الله ان شاء الله كادير معاش نضرب دورة نشوفوا كادير كيفاش عايش لهنا وي انا عايش نورمال وين حاب ديك الحوم ديال فوق لا لا هنا في الدار لا لا عندي الفوق طلعوا غير هنا ندوروا عندي الفوق كاري دي زويت واحد ما يطلع نطلع غير انا ديجا الدار لازم يعيطوا لي باش يطلع باش يطلعوا طلع الفوق مرحبا بك خويا انا كي دخلت للدار دير روحك هكا عند روحك خويا الله يبارك فيك مرحبا بكم هذه أنا أظن أنت لازم كادير هذه آه لازم كادير كادير هناك حط لي زنستريمو هذا زنستريمو أنا هنا نروح نشري زنستريمو هذا العود هني عرفته هذا المغربي هذا اسم البصق هذا تركي هذا تركي هذا من اسطنبول أيوه شفته من هيك هذا عود مغربي تاع تمرار كذا طب تضرب شوي العود ولا لا لا خطيك ما راحش نضرب العود كاين إذا سليمو بزاف كيما هذه عيطوا لها كرة هذه أنا جبتها من السنغال السنغال هذا هذه ما تلعب هايدا تلعب هايدا إيه وي بس كل عندها اسم السيستم يعرفوا لهم هذا هذه زافريكا زافريكا والله هذا شيكر كاين بزاف لي زاستريمو اللي تشوفهم تا سختو في افريك كيما هذه هذا اسمه الشيكر هذا واحد الشونتر معروف في السينيغال اسمه يوسندور عنده واحد يربطوها هيدا تعاود تدخل هيدا هذا زعما قلال تاعهم هذا هو قال الله قال الله هذه قال الله قال الله هذا ايش باش اسمه شيكر 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 هنا كاين ثاني دي تروفي هذا دي تروفي هذا ديتهم معايا هذا كل هذا تاع تيم قاعد هنايا تاع 2010 عندي تاع المهرجان تاعنا هذه في الذكرى 50 الاستقلال 2012 بزاف هذه الجميله هذا في اسلي فيستيفال دي لي بارتيسيبيت فيه هذيك تاع الشركه هذيك تاع واحد لعبنا هذيك تورنوات فوتبول
لواحد الجمعية هنا في القصابة. من بعد راح نلعب وشوفوك ان شاء الله. وي وهذا جبتهم كل واحدة منين هذه؟ بالعباس. بالعباس كاينه في لا ميوزيك اكتيال جيجل. هذه جيجل اخطنا هنا. هذه داكار سينيغال. داكار سينيغال وي. ايوه عندك 2010 هذه. وي هذا مرة تخوفي لي كان. هنا هنا جيت تريح لهنا. اه بلاصه تاع عيدك نديك ونريح. اه اديني وين تريح وين يستخلوا هكذا. نديك وين يستخلوا. جوز انت الاول. دوك نديك وين. بو هذه الشومبرا تاعي هنا مازال. فيلا انا هذه الشومبرا. استنى غير في مولاتها. اه يكتب ربي ان شاء الله. ان شاء الله. عندي دوك عندي فوطي سيفينيل دوك نوجد هناك. هذيك كي كنت نقرا. هذيك كي كنت تقرا. وري لي كادر له. أجبده انت يا ترى كادر كأسنا نبدأها بشوية. خليني بشوية صح. أعطيني شوية أهلك. هذا هو متشبهش قاع روحك كادر. اسمح لي متشبهش قاع كادر. هذاك وش سنة؟ هذاك نقول لك وش سنة. 87 اي 87 88 كاتروفانتسات. كاتريا ماني هذه. هذا هو كادر. هذا هو هاي هنا وراني هنا جبدني هنا هنا يا هنا هنا عام قبلها هنا 85 86 هذه 5 هذه في كره. راح تبحرني كاع. لا لا دوك حكمت لي ريبير. استنى تشوف ها هو ها هو قالت. استنى خليني نشوف. سندر ريبير هذا طاكي شي ها طاكي شي ها هو طاكي شي هنا هاو طاكيشي. هنا ما تقوليش هذا انت. لا لا هذا انا خلعتني انا عم بالي كشاف هذا ثاني كادر. هذا كادر باين هذا. وهذه هذه اختلاف رجلي صغيره كاع. اي والله ربي يحفظها. هذه هذه انا كنت صغير راح داوني هنا في الخطانه تاعك. اه في الطاره. زين هذه ثاني كادر. هذه مع الشيخ بابا. ايه هذه مع الشيخ بابا والحجة اللي من بعد راح نشوفوها ان شاء الله. اه هو كانت صغيرة دوك حجة. دوك حد راه كبير هذا. دوك نشوفوها مالك. وهذه هذيك هذيك كنت خدام جوندار بالعباس. هذه كنت جوندار. كنت قلت لك ها واش تعلمت. شوفوا جوندار. وشكون اللي معك الجندار من داخل؟ خويا. عبد الرحيم. عبد الرحمن. عبد الرحمن اه. من الكادر؟ منين داك تجبد لي سيفينيت؟ هادو بيان سور هادو كنت نشوف هادو كان امام صحابي هادو اللي عندي. كاين اللي تلاقى معاهم؟ عندي انا كنقول لك راني حافظهم بالاسم. هادو؟ راني حافظهم بالاسم. تلمو قرا معايا هذه مدام شريف هذه شفال هذه ضربتني بالطال ولا الراس. هاو بصح بعد لا واش دار؟ كنت قرينا فرونسي هذه. ايه واش ضربتني؟ كنت ضاربت مع واحد يقرا معايا ضربتني. تضيع انت في التيليفون هذه؟ هاو بصح بعثت لها العجوز. راحت سقمتها. قالت لها عندي لينار. وكنت قبيح شوي في البيريود هذه؟ ايه الدراري كنا بكري راك تعرف. كنا ما تسمحش في حقك بكري. كنا قباحه كنا قباحه. شكون الثاني تتفكرهم لهنا؟ نعرفهم كاع نعرفهم. بو هذا نزيم قازي كنزه حاسيبه الهام فريد العناني اهدادا مراد سفيان شريفي هشام شارف حسن سامح بن زمران بورقبه مازري جواد سعيد مريم منال حاسيبه نسيتها هذه باسكو قرات معنا عام وراح طولت. هذا غازي مختاري رابح يوسف كريم بو خالفة ناصر صغر في الجينيراسيون هذيك ما تعرف ولا هما كيف 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 طلعنا كنا بكري كنحكموا كلاصه ما يبعدوش عليك حتى. هذه هي في البلاي اللي هنا. وش في البلاي؟ عندي بلاي هنا نحب نلعب انا كل يوم. عندي ولاد حوم
بلاد حومه يجوا عندي هنايا نستفهم مليح هنايا هو راك تعرف شنو البلاي عندك لي طروا طروا لي طروا نلعبوا بنلعب بالون انا ما نلعب حتى حاجه نلعبوا غير البالون بالون بالون برك هذا ما كان نريح ونريح انا بيان هكذا وندخلوا فلاطي راسي هنايا في الليل نحب الرياح مع ولد حومتي نقصر هنايا نحس روحي بيها دوك نروحوا ليها تحب نروحوا نوري لك البلاصه لي فوتو نخليهم لك خليهم خليهم هذوك هما هذا واش نصاوب هذا واش كاين حبيت نديهم معاك ثاني ما نخلي والو انايا كيفك نديك البلاصه اللي مداري انا ندخل فيها الرياح فيها هذه هي انا هذه هي بلاصتي هذه هي بلاصتي دير فيها طابوري هنا تضرب فيها طابوري في الليل نعيط وليد حوتي نقصروا شيخ وبيع تيك تحس باللي راك عايش مع الناس تحس الجيران اللي هنا بيصر معهم هكذا عمل معاك تعرف احنا صحة صحة تاع دار السبيطار تاع السبيطار صحة صحة منا نطلع عليهم هذه السوسيال واحد يحس روحه بلي عايش مع الناس انا من الناس انا نحب كي نخرج للقهوة نحن نلقى الناس يسقوا قهوة ونلقى ما نحبش نسكن في كارتي وحدك نخرج وحدي انا ما نعرف حتى واحد هذا بيا نعرف جيراني والجار هما جيران هما الصح هما الصح صح الجار وصى عليه الفيسبوك هذه هي نهبطوا نهبطوا قبل ما احنا نشوفوا العجوز نفطروا ايوا بعد نبدل حوايجي نروح نلعبوا فيها احنا في الفرصات موجودين انا داير لكم تخشوخه تاعنا تخشوخه تاعكم خلي انت بسكره يا خويا وبعد جوجي خلاص من بعد نقول كاش بسكري معاكم كاين مالك اي بعد جوجي جوجي انا مالك يشوف كاين عزيزتي عايش بارتو ورقله بسكره ما خلى حتى بلاصه يا خويا مرحبا بك وقلت لي نبدل ثاني نبدل حوايجي باش نروحوا نلعبوا نديروا فيها ماتش خويا اه يلا حمد عليك اه مرحبا خويا كادر هملا ضربنا شخشوخه وهذه قلت لهم نستناو فيكم الماتش يا خويا بصحتكم مش نقول لك انا لازم باش نروح اليوم نديروا ماتش ايوا صح الشروق تي في على بالك بلي احنا ما نجدا نديروا لي ميسي هذا احنا واحد نربح واحد شحال معولين ان شاء الله اليوم كاين اللي كيف موجودين روحهم اش قلت لي نشوفوا الحاجه بيان سور بيان سور هي كانت طيبنا شخشوخه مقبلات لازم نروح نعيطوا لها نشوفوا عصف بهكذا باش ومندوا دعوه الخير انا بيان سور باش ما تربحوناش نحب نعيش مع العجوز عندي داري وحدي مين نحب نعيش مع العجوز هنايا باسكو مازال ما سمعتش يما الله يبارك دابا نعيش معها نقعد عايش معها حياتي كاع ربي يحفظها لك وربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نعيط لها دوك دقيقة نعيط لها اوكي كادر يما يما هذه هي الحاجة ديالي السلام عليكم السلام صح الحجة اهلا واش راكي صباح الحجة نعاودوها هاو واش راكي ريحي ريحي الحجة ريحي قدامي هنا كادر ريحي قدامي هنا الحجة هذه البركة تاعنا واش راكي الحجة يعطيك الخير لاباس تاعي شخشوخة شخشوخة باهية شابة عجبتكم الحجة الحجة بصح انت ماشي بسكرية كيفاش ديري شخشوخة شابة هكذا خلاص مانيش بالسكرية وليت بالسكرية دوك وليتي بالسكرية جزائرية بسكرية غربية كلشي مخلطين الله يبارك الله يبارك لاباس توما الحمد لله مرحبا بكم عندنا متهلي فيك كادر ولا انت متهلية فيك الحمد لله انا قولي له بالك مانيش متهلي انا شوف انا وليدي طايعني انا وطايع الناس وحده الزوجه الناس يهضروا عليه وكل يحبوه دراري مين تقول لهم كادر جابوني يشهوا ما نكذبش عليك تيما كادر جابوني تشوفوني هكذا تيما كادر جابوني يجوا عنقوني بلا عجز كبير وصغير الحمد لله انا وليدي يدير الخير فيا وفي الناس كاع ما نكذبش عليك هو بروحه بدعاويها دائما يقول لي يما انا ماذا بيا خيري للناس اكثر من الدار هاك والحمد لله يا ربي الحمد لله والجابوني انت عجبتك كلمه الجابوني هذه عجبتني هي كيفاش سموه الجابوني كيفاه شافاه كان يغني دندن كان يقرا في الجامعه وبدا يدندن يجي واحد الكاروسه هكا كانت قدامنا مكسره يبدا يغني فيها راه يغني راه يغني يدير كاين واحد الحسره مفوتوها تاع مسطح لسطح هذيك هذاك هو سبابه ايوه هو ناضي غني وانا القرايه راك تقرا يقول لي نقرا الحمد لله حتى في الدار يقرا صدقني انه دار الربعه كي كان الفجر طالع جا الربعه سيبو داير كوفيرتا ويقرا قرا الحمد لله قرا قرا الحمد لله هو في ولادي ما شاء الله في القرايه كاين هذا وكاين الطفله فين يقرا والله يبارك وان شاء الله ندعي لهم بالخير ان شاء الله ان شاء الله وتسمع شويه تسمع غنى وليدك شويه كنت نسمع داك لال خلاص كي حجيتي خلاص
هذاك عطينا هذاك نسمع المعنات تاعو ضرب الله عبد الله عبد الله سميه لي هذاك الله يرحمه المرحوم كاتشو كاتشو هذاك يقول دمي همي همي جاني من دمي هذاك يقيسني بزاف ما نكذبش عليك با 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 سمع ملي حجيتي نضري تسمعيه ملي حجيتي هي تيري قالت لي خلاص ما نزيدش نسمعك ربي يحفظك الحال الله ربي يخليك خرج الالبوم يقول يخرج نجيبوا لي سيدي نسمع صعدوا خلاص الحمد ربي ونشكر الحمد لله الحمد لله انا عندي الدواس تاعو كي ندوسه كي غيب كي غيب كيفاه احكي لي للدواس الدواس تاعو شوف شت عيني كي ترمش هذاك هو تم تداوسنا وتم ترجعنا سلام عليكم 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 هذه التالية وهذه الأولى كما عند ربي سبحانه معنا عندنا ماتش دوك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله دعينا معك في وقت تعرفة هذه يا رب تعرفة دعينا معك إن شاء الله كما عجبتكم تشخشوا خالد أول شيء سبحان لا لا إن شاء الله نبهم ونأزم الدوك لا طلع ثاني شيخ طلع خلي نروح عنده أنا مش نقول له أروح فين يندل وتشخشوا خالد مش نوين عاير ونقول وتشخشوا خالد خير متاحهم ربي يحفظك الحجة إحنا دعينا إحنا الشروق تيدي نربحوا الفنانين إن شاء الله ان شاء الله ربي يحفظك السلام عليكم السلام ورحمه الله على خير السلام ربي يفتحنا ويفتح لكم ودعوه الخير ان شاء الله ان شاء الله الحج ان شاء الله جماعه عيطوا لك وصلوا عيطوا لي لحقوا ما عباك عندنا باسكو عندنا كرينو من الزوج للربعه زوج سوايع وبعد كاين سخو اليوم الجمعه الناس كاع عباك الناس قاعد تم هكذاك هكذاك تبع حال دوودا صادو بداو سيبون يا كوتش يا سعيد يا ابو شلوش هو النف هو 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 Yeah.
حالي برا هشام راك اوت هشام اوليفر كارل اوليفر كارل جبتوه من لندن والله ما راك شي كيديرك شوف فيه هكذا ليكيب ليكيب تاعنا هذه روحوا ليكيب هيا 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 جوج هيا جوج جوج صوتي معايا امين امين سمير خونا هذا بروجرام اصلا هذا تكنيك تكنيك فريد تكنيك في كاميرا مان هذا موتور هذا كاميرا مان هذا اللي موتي هذه حياتي هذه هذه Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. Filled with O's and O's, they counting always. 305 all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Victor Gris, nice to meet ya. But time is money, only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. ضربونا بين صحيحة ديروا بين يا خويا يوم جوا كيما انا يدخل خبز دقايق خويا يخرج ما عندي الزهر انا ما عندي الزهر سعيد زير I'm sorry.